هايدي، بنرحب بيكي على كوره بلس. طبعا 2022 سنه مليئه بالاحداث والانجازات ليكي، عايزين نعرف ايه ابرز حدث يعني انت حققتيه خلال السنه دي وكنت سعيده جدا بيه. تمام. انا للاسف السنه اللي فاتت ما لعبتش بطولات كتير علشان انا عندي اصابه في ظهري، عندي انزلاق من السنه اللي قبليها وجدي، فللاسف زاد قوي السنه اللي فاتت فما لعبتش بطولات كتير. والبطولات اللي كنت بلعبها حتى في بطولات ما قدرتش اكملها للاسف، بس كنت على الاقل يعني مش عايزه اوقف بطولات خالص، فكنت بنزل اللي هو زي الريلي الميكس، حاجات بسيطه كده ما بتبقاش اللي هو لعب اليوم كله يعني. بالنسبه لي اهم نتيجه عملتها مع اميره قنديل لما كسبنا بطوله العالم للسيدات في بطوله العالم كبار، كانت في مصر كمان، فده بالنسبه لي حاجه اللي هو يعني قدام اهلي قدام في بلدي لما نسمع نشيد مصر في بلدنا، دي حاجه بالنسبه لي كانت كبيره قوي. واللي كان كمان بالنسبه لنا كنا عايزين نعمل يعني من قبل البطوله بقول لها ان يا رب نكسب، لان ده في اول مره في تاريخ الخماسي انه نكسب يعني حد يكسب الريلي التتابع في السيدات في العالم كبار، يعني حصلت قبل كده ناشئين صغيرين بس ما حصلتش كبار. تمام. شايفه بقى استضافه البطولات في مصر، هل ده مثلا بيزيد ليكم الاحتكاك، بيزيد ليكم ان انتوا تشوفوا ثقافات ثانيه، الناس الثانيه بتلعب ازاي، ده بيزيد ليكم من الاتحاد المصري الخماسي، بيزيد المهارات بتاعتكم، بيزيد بيخليكم اكثر تعداد خلال البطولات الثانيه؟ احنا الحمد لله في الخماسي في مصر يعني من اجمد الاتحادات الموجوده في العالم، يعتبر من اجمد 3 4 اتحادات يعني. ودايما لما بننظم بطولات عندنا كاس عالم، احنا كل سنه في كاس عالم على طول في مصر، وده هيحصل وجادي شهر 3 اللي جاي ان شاء الله، هيبقى اول كاس عالم في السيزون هيبقى في مصر. مش بس عشان انا يعني ده اتحاد ومصريه وكده، بس فعلا كل الناس بتقول انه بنبقى من احسن التنظيمات اللي بتحصل في سلاسل كاسات العالم كلها. بس فطبعا دي حاجه بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. احنا بنبقى مبسوطين بحدث زي ده، طبعا الناس كلها تشكر في بلدنا وتشكر في تنظيمنا او كده، لانه ساعات الناس بتقول ان احنا ما نقدرش ننظم زي اوروبا او دايما في حاجات اقل او كده، بس بالعكس احنا بننظم احسن منهم، وكل حاجه تنظيم اكل كل حاجه فعلا، لان احنا زي ما انت بتقول احنا بنلعب كذا بطوله كذا كاس عالم في السنه، فاحنا بنشوف ايه اللي بيحصل في بلدنا، وبنطلع بره نشوف ثقافات ثانيه وبلاد ثانيه وتنظيم ثاني، فانا اقدر اقول ان احنا فعلا من احسن التنظيمات اللي بتحصل طول السنه. تمام. بالنسبه لي بطولات اللي جايه ان شاء الله واستعداداتك لاولمبياد باريس، عينك اكيد على باريس 2024، شايفه هتستعد لها ازاي وهدفك باذن الله؟ احنا ان شاء الله سنه التاهيل هتبقى من 23، في بطولات معينه في 23 مؤهله زي الافريقيه وبطوله العالم نهائي كاس العالم، هيبقى يعني في 3 بطولات في 23 مؤهلين، غير بقى السيزون الاولمبيات نفسه اللي هو 24، فاحنا بنبدا يعتبر ناهل من 23. طبعا بيبقى في خطه محطوطه من المدير الفني، بيبقى بيتناقش فيها مع الاتحاد، بعد كده بيحصل ميتنج للعيبه كلها، بنعرف كل حاجه يعني كل حاجه بتبقى للعيبه الحمد لله، مفيش مفاجات يعني، هي بتبقى واضحه لنا اللي هياخد كذا هيتاهل، ما بيبقاش فيه يعني دايما لعب في الحاجات دي خالص، هو نظام دايما محطوط من الاتحاد، يمكن ده حاجه بتريح اللعيبه بصراحه لان كل حاجه واضحه قدامنا. بس بنبدا ان شاء الله البرنامج بيتحط، ان شاء الله بيبقى عندنا كذا بطوله يعني احتكاك كده قبل البطولات المهمه، عشان زي كذا تيست لينا، بيبقى في كذا تيست في مصر اوريدي بنعمله المنتخب لعيبه المنتخب في بعض، معسكرات سواء داخليه او خارجيه، فالحمد لله احنا يعني كل فعلا اولمبياد بنستعد بشكل كويس يعني. تمام. اخر حاجه رساله توجهها للجماهير المصريه وبالنسبه لراس السنه ودعم الاتحاد الخماسي. طبعا انا بحب اشكر الاتحاد الخماسي على تنظيم حفله زي دي، دي مش اول مره تحصل، دي تاني سنه انا احضرها مع الاتحاد، ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي ان انا اجي اتكرم قدام الاتحاد، مثلا الاتحاد كله اللعيبه كلها تبقى تتجمع مع بعض قدام اهلي، بحس انه فعلا احب اشكرهم ان هم يعني كانهم بيكرمونا على مجهودنا طول السنه، فدي طبعا حاجه كبيره قوي بالنسبه لي.